فكرة ان احنا نبقى بصحة دي اهم حاجة ممكن يكون البني ادم بيسعى لها، ان انت تبقى شكلك حلو، صحتك حلوة، كل اللي يشوفك يقولك ما شاء الله انت النهاردة وشك رايق وشك حلو. اكيد كلنا بنتمنى ده. بيفرق قوي 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 لو حد قابلك وقالك كلمة على اول ما بتبتدي يومك كده، اداك طاقة ايجابية، غير لما يقابلك حد يقفلك او يقولك ايه المنظر ده، ايه الشكل ده، انت عامل كده ليه، انت تخنتي، انت رفعتي. ممكن كلمة تخلي اليوم كله يمشي، يا اما حلو قوي يا اما يتعاكس ويتقلب 180 درجة. انا شفت صورة منتشرة على السوشيال ميديا، الصورة دي انا وقفت قدامها مش فاهمة حاجة، لكن المنظر اللي في الصورة اثار فضولي قوي، عايزة اعرف ايه المنظر ده، ايه الصورة دي، يا ترى الست دي حصل لها ايه، الست دي اتضربت، ممكن يكون جوزها ادها علقة محترمة. انا هنزل لكم الصورة حالا عشان تقولوا معايا. الصورة زي ما انتوا شايفين كده، انا وقفت قدام الصورة مذهولة. طيب ممكن يكون جوزها ضربها لدرجة ان هي ورمة بالطريقة دي، او ممكن يكون اهلها هما اللي عملوا فيها كده، او مثلا ضرتها هي اللي عملت فيها كده. يعني قدام الصورة انا وقفت مذهولة، ايه اللي حصل، ايه اللي خلاها بالمنظر ده، ايه اللي خلاها متضخمة قوي كده وعينيها قفلت، يكاد يكون مفيش عيون، احنا مش شايفين عينيها، عينيها موجودة في وشها بس من كتر الورم مقفولة، ومن كتر الورم مش باينة. الست دي اكيد وراها قصة، لما تبقى بالمنظر ده يبقى اكيد وراها قصة. قعدت ابحث يا ترى ايه تكون قصتها، وعايز اعرف، لان مش عارفة هو لو ضرب حد بيضرب يوصل للدرجة دي، فقلت اسمع القصة منها هي. خلينا نسمع القصة من صاحبة القصة، لان النهاردة الحلقة مختلفة جدا وكلنا اكيد هنتعلم منها، فخلونا نشوف الفيديو ونرجع نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ شمساتي منورين طبعا. انا اسفة ان انا طلعلكوا والله بالمنظر ده، بس انتوا طبعا هتفكروا ان انا مضروبة علقة. ماشي، انا لا طبعا مش مضروبة علقة، والله انا بخير الحمد لله. بس انا عملت تاتو في حواجبي زي ما انتوا شايفين كده، وكنت في كوافيرة وقلت لها ان انا عندي حساسية، وكنت عملت قبل كده بالحنة، والحنة كان فيها اكسجين بس طبعا كان ضعيف، فعملت فيها افيق في قنونة، بس كده ما عملتليش المنظر ده خالص. فقالت لي لا انا عندي حجر، الحجر دوت مش بيعمل مفهوش اكسجين، انا بعمله بالمية. اتالي الحجر طبعا معجون بالاكسجين، حلو. فعملت وببص لقيت مفيش يوم، والتاني ببص لقيت نفسي بالمنظر ده كده. جبت مراهم، جبت حاجات. انا بس مش بتكلم على حاجة، انا بتكلم ان لو اي واحد عنده امه اخته بنته خطيبته، مخلوهوش مخلوهاش تعمل التاتو دوت عشان ما تبقاش بالمنظر اللي انا فيه ده كده. ده لو هي عندها حساسية تمام، وتخاف على بشرتها وتخاف على نفسها وعلى صحتها، وربنا يجازي اللي كان السبب، حسبي الله. زي ما انتوا سمعتوا، طلعت عملت تاتو في حواجبها. كلمة تاتو كلمة بقت متدارجة قوي دلوقتي ومنتشرة كتير قوي، هي ومصطلحات تانية كتير، تاتو، مايكرو بلاندنج، هارد جيل، كلام كتير بقينا نسمعه، بقى كلام ليه علاقة بالموضة. وكل ما الواحدة بقى عندها قدرة مادية اكتر بتجري تعمل بوتكس، فيلر، تاتو، مايكرو بلاندنج، هارد جيل، وخلافه وخلافه وخلافه. كل يومين تقريبا في مسمى جديد بيطلع، كل يومين في تقليعة جديدة بتحصل. النهاردة زي ما انتوا شفتوا، الست دي بتنصح وبتقول انها كانت بتعمل تاتو في حواجبها. التاتو ده لما جت تعمله للأسف عندها حساسية، لان اتحط مادة من الاكسجين، والاكسجين هو اللي عمل فيها اللي انتوا شفتوه ده ووصلها للمنظر ده.